الرعاية الصحية ومكافحة هذا الوباء بنجاعة وفعالية، مستخدمين خبرتنا وتجربتنا والتجربة المتقدمة في بلدان أخرى في العالم. وبشكل عام يمكننا أن نقول أننا نستطيع أن نمنع من انتشار الوباء في دور الأطفال ورود الأطفال والمؤسسات التعليمية. وهناك سؤال آخر يطرح نفسه، ما هي الإجراءات المطلوب اتخاذها في المستقبل؟ أؤكد وأشدد على أنه علينا أن ندرك أن الخطر لا يزال قائما، وكما يقول الأخصائيون فإن الوباء والجائحة هذه لم تمر عبر ذروتها في العالم وفي بلادنا. وبهذا الصدد اتخذت قرارا حول تمديد أيام العطلة حتى 30 أبريل الجاري، وأشدد على أنه سوف يحافظ على مرتبات العاملين والموظفين. ومع ذلك فإن الأوضاع تتغير، وفي مختلف الأقاليم والبلديات الأوضاع تتغير بشكل مختلف، فإن بلادنا كبيرا جدا و واسعة الأراضي، وهناك أقاليم مختلفة، ففي بعض الأقاليم يشكل هذا الفيروس خطرا كبيرا على الناس، مثلا في موسكو. بغض النظر عن الإجراءات المتخذة، لم يتسنى لنا من تخفيف من خطر هذا الوباء على المواطنين، إلا أن هناك أقاليم أخرى في روسيا لم يتم تسجيل ولا حالة واحدة من الإصابة بهذا الفيروس. فلذلك سوف نحافظ على إجراءات صارمة ومشددة في بعض الأقاليم، وفي الأقاليم الأخرى سوف نتخذ تدابير أخرى. فهذه الميزات والخصائص لابد من أخذها بعين الاعتبار، وبهذا الصدد أعطي تعليمات وصلاحيات إضافية لرؤساء الأقاليم، وحتى نهاية هذا الأسبوع عليهم تحديد قائمة كاملة للإجراءات الوقائية المناسبة لأقاليمهم من حيث الحفاظ على صحة الناس ومن حيث الحفاظ على إمكانيات التنمية الاقتصادية في الأقاليم. فلذلك الناس انطلاقا من الظروف الحالية سوف يتخذون قراراتهم، ما هو النظام الذي سيتم تنفيذه بموجب الأمر الرئاسي، فما هي المؤسسات التي سوف تتوقف أعمالها، وما هي المؤسسات الأخرى التي سوف تواصل أعمالها من خلال المحافظة على الصحة ورعاية صحة الناس. فمن دون شك سوف تستمر بعض المؤسسات في عملها، بما في ذلك مؤسسات طبية والصيدليات والمرافق السكنية. ولكن في حالة إذا ظهرت هناك ضرورة لإدخال تقييدات إضافية بالنسبة للمؤسسات الرئيسية والتعليمية، ففي هذه الحالة على الأقاليم أن تقوم بالتنسيق في اتخاذ القرارات المحلية مع الحكومة الفيدرالية. واليوم نحن بحاجة كبيرة لتعميق التنسيق بين مختلف مستويات السلطة الفيدرالية والإقليمية والبلدية، فلذلك أوعزت ممثلي في الأقاليم بأن يقوم بتنسيق العمل في الأقاليم، فكل المعلومات يجب أن تأتي إلى المركز التنسيق الفيدرالي من خلال التحليل والمعالجة لهذه المعلومات قبل اتخاذ القرارات المطلوبة. ومن دون أي شك فإن السلطات المحلية يجب أن تنسق أعمالها وإجراءاتها وقراراتها مع المؤسسات الصحية الوقائية الخاصة، فالمعيار الرئيسي هو الحفاظ على صحة الناس وتوفير أمنهم. ومع تطور الأوضاع سوف نتخذ قرارات إضافية، وإذا سمحت الظروف والتغيرات فسوف نقوم بتقليل مدة العطلة.
أؤكد مرة أخرى بل أشدد بشكل خاص على أنه من خلال تنفيذ الإجراءات الخاصة بمكافحة الجائحة، ففي نفس الوقت لا بد من الحفاظ على فرص العمل ومداخيل المواطنين، فهي من الأولويات الرئيسية بالنسبة للحكومة والأقاليم وقطاع الأعمال، فإن الاقتصاد الناجح والفعال هو من أولوياتنا الرئيسية لحل القضايا الأساسية بما في ذلك في مجال الخدمات الطبية. أيها مواطنو روسيا الكرام، أرجوكم أن تلتزموا بتوصيات ونصائح السلطات المحلية والأطباء، أن تحافظوا عليكم وعلى صحة أقربائكم وحبتكم، فإن مسؤوليتنا المشتركة هي أساس، والتعاون المتبادل هو أساس للحفاظ على حياة الناس وصحتهم. فإن حتى في هذه الفترة القصيرة استطعنا وتمكننا من تقليل هذا الخطر، وأنا على يقين من أننا سوف نستمر في تنسيق ومن خلال اتخاذ إجراءات استباقية. أشكركم على حسن المتابعة وأتمنى لكم كل خير والصحة. Thank you.